كل سنة وانتم طيبين، وسعيد ان انا التقي بيكم، وسعيد بجهودكم اللي انتم بتعملوه هنا. بس تحيا مصر ان شاء الله بيكم، وان شاء الله ان شاء الله. بس خلي بالكم احنا لسه المشوار ده اول مرحلة، لسه في مرحلة تانية ومرحلة تالتة. وعدنا مع الناس في ريف مصر كله ان احنا هنعمل الثلاث مراحل، بس بيكم ان شاء الله وبكل اللي بيتطوع او كل اللي بيعمل معاكم. يعني بوجه له الشكر وبوجه له التحيه وبقول له انتوا بتعملوا حاجه جميله قوي، بنعمله لبلدنا ولاهلنا اللي ما كانش عندهم امل قبل كده. لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيكم، وبفضل الله قبل مننا كلنا نخلص المراحل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. سعيد ان انا اشوفكم، والله الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا بيكم. طب استريحوا، طب من فضلكم استريحوا، من فضلكم. متشكر متشكر، تفضل.